السؤال الثاني بخصوص ما هو الدليل على أن بعض الناس يقولون أن طواف الإفاضة يجمع مع طواف الوداع أو يؤخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع؟ كثير من الناس طيب يفعلونه في الحج، ونقول لهم ما الدليل؟ يقولون آخر العهد في البيت الطواف. ما هو الدليل على ذلك؟ شكرا يا ابو عبد الرحمن. نعم نعم الجواب هو ما ذكروه، أنه يصدق عليه أنه آخر عهده بالبيت، قد قال صلى الله عليه وقد أمر كما في الحديث، أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. وفي الحديث الآخر لا ينفرن أحد حتى يطوف بالبيت، طواف الوداع يعني. فإذا طاف طواف الإفاضة آخر شيء وسافر بعده صح هذا وكفى عن الوداع، لأنه آخر شيء وعهده بالبيت. نعم.